السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم رز باللبن، بس رز باللبن بالطريقة الدنماركي. ورز باللبن هنا هما بيعملوه مش زينا، يعني كتحالي او كده بعد الاكل، لا هما هنا بيعملوه كوجبة بيتغدوا بيها، بيحط عليه قرفة والسكر بيبقى بره مش جوه. فان شاء الله تجربوه هيعجبكم، احنا تشوفوني ازاي هنعملوه مع بعض وازاي هنقدمه. مقاديرنا ان شاء الله كوباية ونص رز، الرز مش الرز العادي، الرزاية التخينة دي، هو هنا بيبقى فيه رز مخصوص للرز بلبن، الرزاية تخينة ومكببة. بصوا شكلها تخينة ومكببة زي الرز الفلاحي كده. فاخدنا كوباية ونص منه، وواخده 3/4 كوباية من نفس، طبعا الكوبايه اللي هتعملي بيها الرز هي اللي هتعملي بيها الميه، هي اللي هتقيسي بيها برضو اللبن. فكوبايه ونص رز، 3 كوبايات الا ربع ميه، ومعانا هنا 4 كوبايات ونص لبن، ماشي؟ وطبعا ايه، شويه ملح صغير. اللبن اللي هنستخدمه لبن اللي هو لبن كامل الدسم، زي اللبن اللي بتشتريه من اللبان في مصر، او يعني يكون لبن كامل الدسم، مش لبن خفيف. او اذا حابه تحطي عليه بقى الكريمه بتاعه الاكل دي اللي هي بتاعه الحلويات، تحطي عليه شويه. انا هو لبن، بصوا نسبه الفيت اللي فيه 3.5% فيت، ده كامل الدسم عندنا هنا. فطبعا انا جايباه لاكتوز فري، لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اللي انا وعيالي لازم كل حاجات منتجات الالبان بتاعتنا تبقى لاكتوز فري. فمقاديرنا هنزلها لكم، هكتبها لكم في صندوق الوصف برضو، ويلا نعملوه بقى مع بعض. غسلت الرز دلوقتي، انزل عليه بالميه، اولع عليه النار، مش على عالي قوي، انا عايزاه دلوقتي ايه، يبدا يغلي. بيتهيألي دي زي الرز بتاعنا يغلي. اول ما يبدا يغلي شويه هوطي عليه النار، واسيبه بعد كده شويه تقريبا لمده 20 دقيقه. شايفين حضراتكم 5 دقايق والرز بدا ازاي يغلي، شايفينه حضراتكم؟ فدلوقتي اعمل ايه بقى، اوطي النار عليه على اهدى حاجة، احط الغطا، اسيبه على النار بقى 20 دقيقة ونجيله تاني. دلوقتي ال20 دقيقة فاتوا، شوف بقى اهو، شايفين شرب المية بتاعته ونشأ نفش اهو، يعني الرزاية ايه بدأت تستوي. نلحق بقى نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الرز لازم تفضلي معاه، ما بتسيبهوش. بصي تفضلي ايه تقلبي فيه، والحمد لله ما لزقش، ماشيه معاكم بالوقت بالظبط. كمان عشان اللي ما يعرفش يعمله، وحبايبنا اللي لسه بادئين يدخلوا المطبخ جداد، فيعرفوا الخطوات واحده واحده، وانا عشان كده منزل يعني ادق التفاصيل. هتفضلي تقلبي تقلبي لحد قد ايه بقى، لحد ما تلاقي، بصي هو دلوقتي ميه اللبن لسه حطاه، لحد ما تلاقيه اللبن طخن معاكي كده، زي ما انتي بتلاقي الرز بلبن اللي بتاكليه عند اي حد او في اي حته، وتحسي انه هو بدا يغلي. هتفضلي تقلبي تقلبي فيه. هما هنا بيقولوا قلبيه ايه، على حرف زد، زد رايح وزد جاي كده، عشان كده تضمني اللي انتي قلبتيه في كل النواحي. ونحط فرفوتة الملح اللي معانا، بسم الله، ونفضل نقلب بقى ايه فيه. ايدينا عاد وجعنا، بس هنلاقوا حاجة كويسة في الاخر، عشان ده اللي هنتغدى بيه، خدوا بالكم. عايزة اقول لحضراتكم، هنا احنا ما بنحطش في الرز بلبن اي نشا، الدنمارك ما بتستخدمش النشا،
في الرز بلبن. وانا عارفه برضو حتى في مصر مش كله بيستخدم النشا، انا عن نفسي لما بعمل الرز بتاعنا ما بحطش نشا، ما بحبش النشا، النشا بتاع الرز، هو الرز اوريدي فيه نشا، فهما برضو هنا بيعملوه بنفس الطريقه. دلوقتي هنبدا بقى اعلي النار عليه، قلبته شويه كله حل كده من بعضه، اعلي النار عليه. انا هعمل ايه؟ هعمله على 4 يعني متوسط، نار متوسطه، ولما احس انه بدا يتخن وبدا يغلي هعلي النار شويه، ويبقى كده ايه قربنا نوصل للنهايه بتاعته. كده احنا حاسينه بدا يتخن اهو، انا بنتي جت تساعدني، لان طبعا يعني لازم حد يساعدك، حد من اولادك، لان ايدك هتوجعك. ف7 دقايق دلوقتي فات، فشايفين هو بدا يتخن اهو، فهنفضل معاه برضو لحد ما نشوف هياخد وقت قد ايه ويبقى زي ما احنا عايزينه. بصوا بقى حضراتكم شايفين بيعمل كده فقاقيع، وطخن في ايدي ازاي، شايفين بقى طخن ازاي كده، اخد بالظبط 20 دقيقة تقريبا، ايه تقليب مستمر كده. خلاص بقى ايه هنطفي عليه ونشوف ازاي هنقدمه. دلوقتي هنعمل بقى السكر اللي انا قلت لحضراتكم عليه. بصوا كمية سكر كتير، ونحط عليه القرفة، يبقى السكر اكتر من القرفة، شايفين نقلبه. عايز اقول لكم حاجة هنا بمناسبة الرز بلبن، هنا عندهم عادة، يعني كل بلد لها عادات وتقاليد بتاعتها. بالنسبة للرز بلبن هم متعودين يعملوه الوقت بتاعهم بيبقى قبل راس السنة، يعني من دلوقتي كده بيبدأوا يعملوه بقى كتير، ممكن ايه مرة في الاسبوع. فعندهم حاجة كده بيعملوها، بيغرفوا مثلا، عملوه عشان ده غدا، يغرفوا اطباق اطباق اطباق، وطبق منهم بيحطوا فيه وحدة لوز يحطوها جوه الطبق، وخلاص يقدموا الاطباق، واللي يقولوا ايه اللي هيطلع له الطبق اللي فيه اللوزه ده وهو بياكل يبقى هو محظوظ، ويكونوا ايه محضرين له هديه. يعني زي ما بقول لكم كل بلد لها عادات وتقاليد بتاعتها. دلوقتي انا غرفت الطبق، حضرت السكر بالقرفه، بنحط كمان ايه، بنحط عليها هنا زي ما بيتقدم، هوريكم بيتقدم ازاي بالظبط. طبعا ايه الزبده، بنجيب بنحط فوق زبده مش كتير، طبعا حضراتكم عارفين ان انا بستخدم زبده نباتي عشان انا واولادي اللاكتوز ممنوع، فبنجيب زبده نباتي اللي هي زبده السندوتشات. بصوا نحط حته الزبده في نص الطبق كده، شايفين حضراتكم، وشايفين في النص الزبدة بتسيح بتعمل لون ازاي مع القرفة والسكر. شايفين حضراتكم بصراحة يعني منظره حلو جدا حلو جدا، وما اقولكوش بقى يعني في الجو السائع اللي احنا فيه ده طعمه يعني ويديكي دفى بصراحة، يعني حاجة خطيرة. يعني نفسي ان شاء الله الطبق ده يعجبكم بالطريقة بتاعت الدنمارك، ولو تعملوه غدا هو بيشبع بصراحة. يعني ان شاء الله يعجبكم، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم.